إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم مع انطلاقات أشواط القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. إذن متابعينا الكرام، على بركة الله أعلنت قبل لحظات انطلاقة الشوط 14 الخاص للقعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. نهني جميع الفائزين في الأشواط الماضية، تهانينا والناموس لمالك الشوط الرئيسي الأول الطايف من انتزع الشوط الرئيسي الأول. لسعيد الهاجري من انتزع الشوط الرئيسي الأول وحصل على النيسان في هذا اليوم. إذن على البركة متابعينا الكرام، نبدأ مباشرة مع أول المراكز وتابع المركز الأول مشاهدينا الكرام مع براق لعلي بن ناصر آل بخيته المري على أول المراكز، بينما الدور والنقل على ثاني المراكز أرام غادر لسفر بن عقاب الشريف يحتل المركز الثاني، بينما الدور والنقل على ثالث المراكز وتابع من الجانب الأيمن مرموم لعمر بن مبارك الجافلة المري على مستوى المركز الثالث، بينما الدور والنقل على المركز الرابع مشاهدينا الكرام الحصيني لعبد الله بن محمد بن حويل المري على مستوى المركز الرابع، وخامس التحديات الوصول والانطلاق في هذه اللحظات. تتابع جلمود لعلي بن حسين المري على مستوى المركز الخامس، بينما الدور والنقل على سادس المراكز أنا وأتابع في هذه اللحظات، وتقدم نواف لصالح بن محمد الجهني على سادس المراكز. إذا متابعينا الكرام نداءنا الأول ونعود إلى الصدارة مع المركز الأول، أتابع مرموم اللي على الصدارة مرموم لعمر بن مبارك الجافلة على المركز الأول، وعلى الصدارة المركز الثاني مغادر لسفر بن عقاب الشريف يحتل المركز الثاني، بينما الدور والنقل على ثالث المراكز أرى وأتابع القدوم في هذه اللحظات. براق لعلي بن ناصر آل بخيته المري على مستوى المركز الثالث، بينما الدور والنقل على رابع المراكز أرى وأتابع القدوم في هذه اللحظات. أرى المركز الرابع مشاهدينا الكرام الوصول في هذه اللحظات، فريح لسالم بن محمد بن حلفان المري، ولكن أتابع اللي تسلل وانطلق إلى ثالث المراكز مع انطلاق الشاهين علي بن عبد الله بن حسن على مستوى المركز الرابع بينما الثالث، بينما الدور والنقل على رابع المراكز فريح لسالم بن حمد بن حلفان المري على رابع المراكز وخامس التحديات. أرى وأتابع القدوم في هذه اللحظات، شعار مرشود بن عابد الحربي مع انطلاقة مروح على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام نعود مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مع مغادر من الجانب الثاني، مغادر لسفر بن عقاب الشريف على الصدارة على المركز الأول وعلى على الصدارة المركز الثاني. أرى شعار الجافلة عمر بن مبارك الجافلة المري يقدم مرموم على ثاني المراكز. إذا متابعينا الكرام مع مغادر اللي غادر في هذه اللحظات لسفر بن عقاب الشريف على الصدارة على المركز الأول وعلى الصدارة، ولكن أتابع المركز الثاني مرموم لعمر بن مبارك الجافله المري على مستوى المركز الثالث، بينما الدور والنقل على ثالث التحديات. أرى المتابعة والانطلاق في هذه اللحظات من الشاهين لفيصل بن حسن الكوري المري على مستوى المركز الثالث. إذا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة مع المركز الأول، يا سلام متابع المركز الأول دايم الفوز غير على الصدارة لنايف لفيصل بن حسين الكوري على الصدارة على المركز الأول مع دايم الفوز. يا سلام المركز الثاني، مشاهدينا الكرام عبد الله بن سفر الشريف على مستوى المركز الثاني. إذا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة مع دايم الفوز، يا سلام الله يا دايم الفوز لفيصل بن حسين الكوري على الصدارة على المقدمة في رصيدة سيارة، يا سلام الله يا دايم الفوز، تهانينا والناموس، لفيصل بن حسين الكوري على فوز دايم الفوز وانتزاع الشوط 14 بدون اي اوامر. تهانينا والناموس لحظات وصوله الى خط النهائي معلن الفوز والانتصار المركز الثاني. مشاهدينا الكرام مغادر لعبد الله بن سفر الشريف المركز الثالث. كان الوصول من المتحد لماجد بن محمد بن حلفان المري المركز الرابع.
المركز الرابع كان الوصول من شاهين لمحمد بن عبيد المري، المركز الخامس مصيحان لحشر بن ظفر الهاجري، تهانينا والناموس لمالك دايم الفوز فيصل بن حسين الكوري، والتوقيت الزمني 4 دقائق 45 ثانية 34 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.